معانا دلوقتي النائب مصطفى سالم لجنة الخطة والموازنة على التليفون، نعرف منه المزيد من التفاصيل. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا استاذ ريهام. اهلا سيادة النائب، انا عايزة اعرف من حضرتك الجلسة بكرة ازاي بتضيف للدور الرقابي اللي بيقوم به المجلس واللي منتظر ايضا منه، لانه احنا بنتكلم عن خطة خاصة ب 2018 و19 الى 22، فهنا كنا يعني محتاجين وقت كبير جدا علشان يكون عندنا ملاحظات على ما تم اجراءه وتنفيذه من قبل الحكومة بالنسبة لإتمام خطة مصر تنطلق، فإزاي أنتوا هتقدروا يعني تحققوا هذه المعادلة بكرة إن شاء الله؟ لا هو مش بكرة بس يا أستاذ رام، هي الجلسة العامة اللجنة العامة للمجلس في اجتماعها النهاردة قررت استدعاء الحكومة، وده حق أصيل مجلس النواب للاستماع لتنفيذ برنامج الحكومة غدا بداية الحضور. غدا سيحضر السيد رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب للحديث حول موقف تنفيذ برنامج الحكومة، ومعه أيضا غدا السيد وزير التنمية المحلية والسيد وزير التمويل. يوم الثلاثاء سيحضر وزير التعليم العالي ووزير الإعلام، يوم الأربعاء وزير التربية والتعليم والتعاون الدولي، يوم الخميس وزير الشباب وقطاع الأعمال العامة. وسيستمر حضور الوزراء أمام مجلس النواب، سيكون كل يوم من عدد اثنين من الوزراء سيتحدثون عن تنفيذ برنامج الحكومة وعن خطة الحكومة وما تم في الخطة السابقة 18-25، وسيتم مناقشة النواب. جميع السادة النواب سيشتركون في المناقشة، توجيه أسئلتهم للسادة الوزراء، الاستفسار عن ما تم، الحديث فيما هو قادم. ده يا أستاذ ريهام دور أساسي من المهام المنوط بها مجلس النواب. مجلس النواب تشريع ورقابة، تشريع ورقابة، هذا ما يتم ذلك يأتي في إطار رقابة، ودور مجلس النواب في الرقابة على أعمال الحكومة حتى يقف المجلس عن ما تم تنفيذه فعلا وما ورؤية الحكومة فيما هو ما قادم، حتى يتم تقييم حقيقي للحكومة ويتم تقييم برنامج الحكومة الذي سيدلي به الدكتور مصطفى مدبولي غدا أمام مجلس النواب. طيب يعني أنا بأكد طبعا إن هي أكتر من جلسة، هي ليست جلسة واحدة بالتأكيد، وفي لقاء مع كل وزير للتعرف على ما تم إنجازه، لكن النهاردة جميع السادة الوزراء سيحضرون لجلسات المجلس وسيتم مناقشاتهم من السادة الزملاء أعضاء مجلس النواب. تمام، النهاردة إحنا كمان بنتكلم عن رؤية حضراتكم يعني كوكيل للجنة الخطة والموازنة، سيادة النائب ما هي أوجه القصور اللي يعني رصدتوها؟ إحنا لسه ما اشتغلناش عشان أوجه القصور اللي رفضناها، لكن اللي أنا عايز يعني أقوله لحضرتك إن أي ملفات في عدد من الوزارات، في وزارات حققت إنجازات على أرض الواقع، في وزارات يعني قصرت في بعض الأداء، في وزارات ماشية بشكل متوازن، سيتم الاستماع ومناقشة الوزراء، ثم سيتم في نهاية المناقشات بعد الاستماع لجميع الوزارات وضع تقييم حقيقي وما تم إنجازه وما قصرت فيه الحكومة وما سيتم. يعني سيادة النائب لسه حيتم مناقشة الخطة الخاصة بمصر تنطلق؟ لا، سنستمع إلى ما تم تنفيذه من الوزراء وسيتم مناقشة الوزراء وتوجيه الاستفسارات والأسئلة لهم، ثم سيتم الوقوف على الوضع الحقيقي وما تم إنجازه بوجه حقيقي. ده بناء على إيه سيادة النائب؟ يعني بناء على المناقشات اللي تمت إمتى؟ يعني أنا بس على التوضيح، المجلس لسه بيبتدي أول جلسة بكرة، إمتى تم دراسة كل الأمور دي من قبل الأعضاء؟ يا فندم اللي أنا بقوله لحضرتك إن سيقوم الوزراء بعرض ما تم إنجازه فعلا وسيتم الاستماع لهم من قبل النواب، ثم مناقشتهم فيما تم ورؤية النائب فيما هو قادم. كويس. ثم الوقوف في نهاية المناقشات على الوضع الحقيقي وتقييم الوضع الحقيقي، هل تم الإنجاز فعلا أم هناك تقصير أم سيتم توجيه بعض الرؤى للحكومة. وسيتم في نهاية الاستماع، نهاية الجلسات في نهاية يناير، تقييم الوضع الحقيقي للحكومة وهل فعلا أنجزت في ملفات وأخفقت في أخرى. الوضع الحقيقي سيتم في نهاية التقييم.